ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم إلينا، how are you? This is your plan إن شاء الله for this month. We'll continue in writing سورة الحديد إن شاء الله starting from آية 21. Let's start to read. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. إلينا. This is our plan, inshallah. See you, inshallah, next time. Eid Mubarak to you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.